لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا وسهلا بحضراتكم مع المحاضرة السابعة من كورس Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2012 for Beginners برعاية أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. إن شاء الله دي المحاضرة السابعة، المحاضرة السابعة هتكون مراجعة على المحاضرات الستة اللي فاتوا. عملنا يعني استفتاء سريع على الجروب وكانت الأغلبية قررت إن أو فضلت إن محاضرة اليوم تكون محاضرة مراجعة بدل ما تبقى محاضرة جديدة. الله المستعان. طب سريعا يا شباب هنتكلم على محاضرة، هنعمل ريفيو سريع على الست محاضرات اللي فاتوا. بالتأكيد مش هنتطرق لكل التفاصيل الموجودة في المحاضرات، لكن هنعمل ريفيو بشكل حلو، يعني نعمل ريفريشمنت كويس إن شاء الله على المحاضرات كلها. أول محاضرة كانت المحاضرة الأولى، كنا بنتكلم على إن في انترو بسيط، بعد كده هنعرف الكورس ترافيك أو الأوتلاين بتاعنا كان عبارة عن إيه وإيه الكورس أبروتش، وبعد كده هناخد شوية داتابيز بيزكس وسيكوال ستيتمنتس، وفي الآخر هنكون عملنا انستوليشن للسيكوال سيرفر. وبناخد الأوتلاين، ده الأوتلاين الخاص بالكورس كله، هنتعلم إيه خلال الكورس. وبالنسبه لاسم الكورس Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2012 for Beginners، ده مش معناه ان احنا هنتطرق لمواضيع صغيره او يعني Beginners، لا المقصود من الموضوع من for Beginners انا هبدا معاك من الزيرو، هبدا معاك من الصفر لغايه لما نتطرق ان شاء الله لمواضيع Advanced ان شاء الله. تمام. ده الأوتلاين الخاص بالكورس كله. بعد كده اتكلمنا على الكورس ابروتش او الاستراتيجي اللي هتمشي عليه الكورس. كان هو في طريقتين يا شباب، في الطريقه العاديه اللي انا يبقى معايا موضوع وهكلمكم عنه بشكل مباشر، الطريقه الثانيه اللي انا بصيغ او بعمل اعاده صياغه للموضوع عن طريق تشالنج وسوليوشن الخاص بالتشالنج ده. بدل ما يبقى عندي معلومات وبشكل مباشر اقولها لكم وانتم تتلقوها، لا ممكن اصيغ المشكله نفسها او اصيغ الموضوع نفسه في هيئه تحدي والحل بتاعه. فقلنا ذا كورس ويل بي بروبلم اند سوليوشن ابروتش، او الناس برضو بيسموه كيو ان اي كويشن اند انسر. طيب قلنا ليه ساعتها اتبعنا للاسلوب ده؟ قلنا علشان ده بيبقى تركيز اكتر ومور اكيوريت فور ريفيوينج. انت وانت بتعمل مراجعه حابب ان يكون الكورس كيو ان اي، انت كده من البدايه بتذاكر مذاكره صح علشان تقدر تراجع بشكل اسرع. لو بتتكلم على الانترفيو كويشنز فانت بتعمل كوليكشن كويس قوي، وده اعتقد ان ده وسيله افضل للتعليم اكتر من السلايد وين وان واي اللي التعلم بطريقه مباشره. بعد كده اتكلمنا على داتابيز بيزكس وقلنا هي ايه. هي داتابيز عباره عن بليس بستور فيه الداتا بتاعتي بشكل ستراكشرد، واتكلمنا على الفيندور، داتابيز فيندور زي اوراكل اي بي ام ودي بي 2 مايكروسوفت سيكوال سيرفر، واتفقنا ان في فرق كبير ما بين سيكوال كلانجوج وسيكوال سيرفر والفيندور، وتعرفنا يعني ايه دي بي ام اس داتابيز مانجمنت سيستم، وقلنا ان هو عباره عن السوفت وير اللي بيبروفايد الاكسس الخاص بيا بتاع الداتابيز، زائد ان هو بيأكسبت الكوماند لانجوج زي الستراكشر كوري لانجوج. يبقى انا كده عندي حاجه اسمها سيكوال، ده اللانجوج نفسها، سيكوال سيرفر ده اسم الداتا بيز المايكروسوفت بتقدمها، ومايكروسوفت تعتبر الفيندور. مايكروسوفت مش الفيندور الوحيد الخاص بالداتا بيز، في اوريكل، في دي بي 2، في ساي بيز، في غيرهم، لكن الكورس اللي حضراتكم فيه خاص بمايكروسوفت سيكوال سيرفر.
نظام المحاضره الاولى هنا اقراها من الجهاز عندي، علشان واضح ان الماتيريال فيها حركه كتير، وده بيأذي الابلكيشن نفسه. تمام. اتكلمنا عن الاوتلاين الخاص بالكورس، واتكلمنا عن الابروتش، واتفقنا الابروتش عباره عن كيو ان اي. وقبل ما الدنيا ما تقفل معانا، كنا بنتكلم على او بدانا نقول الداتابيز بيزكس. اول حاجه داتابيز هو الستور اللي اقدر بستور فيه الداتا، المخزن اللي بقدر بستور فيه الداتا. لكن علشان الستورنج مش هدف في حد ذاته، انا بستور الداتا يا شباب علشان اقدر اسيرش عن الداتا، علشان اقدر اكسس الداتا. واتكلمنا عن الداتابيز فيندور زي اوريكل واي بي ام اي بي ام اللي بتقدم دي بي 2 ومايكروسوفت سيكوال سيرفر وسايبيز وغيرهم. واتكلمنا عن الدي بي ام اس، اتفقنا ان هو ستاندز فور داتابيز مانجمنت سيستم، وهو عباره عن السوفت وير اللي بيبروفايد مي تو اكسس ذا داتابيز، وبيأكسبت كوماند اللي هو سيكوال اللي هو اختصار للستراكشر كويري لانجويج، عشان اقدر اكريت الداتابيز ستراكشر او ستور داتا او اسيرش او اعمل ريتريفنج وهكذا. في المحاضره الاولى برضو شبهنا الدي بي ام اس بالفول سيرفيس لايبراري، بانك انت رايح لمكتبه فانت مش عارف المكتبه ديت ازاي تقدر توصل مثلا لكتب نجيب محفوظ، فبتسال اللي هو امين المكتبه ازاي فين كتب نجيب محفوظ، فيقدر يقول لك كتب نجيب محفوظ في الرف الفلاني في المكان الفلاني. اتكلمنا عن التيبل، واتفقنا ان هو المين اوبجكت بتاعي، واتفقنا ان هو زي السبريد شيت الخاص بالاكسل في روز وفي كولومز، والكولوم عباره عن سنجل بيس اوف داتا، واتش رو بتهاز ديفرنت داتا تايب، والرو عباره عن سنجل انستانس اوف داتا، والرو بكونتينز سيبريت فاليو. نزل للسيكوال ستيتمنت زي ما اتفقنا، دي بي ام اس داتابيز مانجمنت سيستم عباره عن سوفت وير، السوفت وير دوت عايز يفهم لانجويج معينه، عايز يفهم لغه معينه عشان يقدر يرد عليا. فايه اللغه الدي بي ام اس يقدر يفهمها؟ هي لغه السيكوال. فالداتابيز مانجمنت سيستم هو السوفت وير اللي بيسمعني علشان اقول له سيلكت كذا، انسرت كذا، التر كذا وهكذا. تمام. طيب سيكوال ستيتمنت يا شباب مكونه عندي لكذا كاتيجوري، هم عباره عن خمسه كاتيجوري. اول كاتيجوري الدي ام ال داتا مانيبيوليشن لانجويج، الكاتيجوري الثاني دي دي ال داتا دي ام ال داتا مانيبيوليشن لانجويج، دي دي ال داتا ديفينيشن لانجويج، بعد كده دي سي ال داتا كنترول لانجويج، وتي سي ال ترانزاكشن كنترول لانجويج، واخر حاجه دي كيو ال داتا كويري لانجويج. طبعا الكلام ده كله موجود في المحاضره الاولى وعايزين نرجع له بالتفصيل، والماتيريال بتاعته موجوده في الديسكربشن. دي ام ال يا شباب هي داتا مانيبيوليشن لانجويج، ان انا ازاي اقدر اعمل مانيبيوليت، اقدر اعمل تلاعب بالداتا. ايه الكي ووردز اللي بتنكلود في الدي ام ال؟ هي ابديت وديليت وانسرت. اما دي دي ال هي داتا ديفينيشن لانجويج، هي اللي بتتحكم في الاستراكشر الخاص بالداتا بيز. وهم عندي اربعه، كرييت وترانكيت ودروب والتر. ودي سي ال داتا كنترول لانجويج هي اللي ليها علاقه بالسكيورتي او الجرانت، او اللي انا بدي اكسس او بدي بريفليج ليوزرز او لا. فعندي برضو 3 كي ووردز، في جرانت وفي ريفوك وفي ديناي، وفي اخيرا او قبل الاخر تي سي ال ترانزاكشن كنترول لانجويج. ازاي اعمل الكي ووردز الخاصه بيها هي كوميت وسيف بوينت ورول باك، واخيرا دي كيو ال وهي الكوماند سيلكت الخاص بالسيرش. وده يعتبر من اهم الكي ووردز، لان معظم شغلنا بيكون عليها. حتى اسم الكورس نفسه رايتنج كويريز يوزنج مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2012 فور بيجنرز، هو في المجمل بيتكلم عن السيلكت. وفي اخر المحاضره الاولى عملنا انستوليشن للسيكوال سيرفر ستيب باي ستيب، علشان نقدر حضراتكم تسطبوه بشكل يعني ايه، لو في اي ايرورز ولا حاجه تقابلنا وما يحصلش اي مشاكل معاكم في عمليه الانستوليشن. بكده تكون المحاضره الاولى خلصت.
لو في أي حاجة مش واضحة يا ريت تبلغوني بيها قبل ما ننتقل للمحاضرة الثانية. تمام. طيب رجاء وانا بتكلم معاكم لو اللي عنده ماتيريال يبدأ يقلب في الماتيريالز، لو في حاجة مش واضحة يبلغني بيها. انا بس مش عايز اقلب في السيشن اللي احنا فيها علشان كتر الحركة ممكن بتبوظ الابليكيشن فبيخرجني بره. فانا برضه هقلب عندي، ولو في اي حاجة مش واضحة رجاء تبلغوني بيها مباشرة. محاضرة تانية يا شباب، اتكلمنا عن getting started with select. أول solution، أول تحدي قابلنا أو أول challenge قابلنا هو connecting those database. إزاي نعمل connect the database؟ واتفقنا عن طريق keyword اسمها use database name، يقدر يدخلني على database مباشرة. عشان اقدر اعمل retrieving ل specific columns بقول select column name from table name. select column name from table name، لو عايز اعمل كذا column يبقى column name كوما column name كوما column name الثالث وهكذا from table name. استاذنكم دقيقه واحده وارجع لكم ان شاء الله. وقفنا عند retrieving specific columns، تقول select column name كوما column name الثاني كوما column name الثالث وهكذا لغايه from table name. لو عايز تعمل retrieve ل all columns بتقول retrieve asterisk، دي عملية اللي هي الستار. تمام. واتفقنا ان الاسترسك بتعمل return لل all columns، لكن رجاء ما تستخدمهاش كتير. الاسترسك ما تعتبرش هي good practice. البيست براكتس انك تستخدم ايه، تستخدم اسماء الكولومز. لا مفيش داعي يا استاذ ملاذ، عشان بس انا بقلب بسرعه، ولو في اي حاجه مش واضحه مع الشباب يا ريت يبلغوني يعني. تمام. اتفقنا ليه ما استخدمش الاسترسك. يا ريت ترجعوا للمحاضره الثانيه، لان استرسك بتعمل ريترنز للكولومز، لكن لاسباب ثانيه خاصه بالابلكيشنز يستحسن ما تستخدمش الاسترسك. الاسترسك يستحسن تكتب اسماء الكولومز ورا بعضهم احسن. طيب لو انا عايز اعمل ريتريف لفاليو معينه او كرايتيريا معينه بستخدم وير، يبقى الوير يا شباب هي الخاصه بالكونديشن، يبقى سيلكت كولوم نيم فروم تيبل نيم وير. وير بتبقى هي اللي فيها الكرايتيريا الخاصه بالسيرش بتاعي، لان انا عايز اعمل ريتريف لسبيسيفيك روز، مش عايز كل الروز ترجع لي. واتفقنا ان الوير ممكن تقبل ايكوال، ممكن تقبل لا يساوي، تقبل اكبر من او اصغر من، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، لا يساوي اكبر من، لا يساوي اصغر من، وهكذا. لو انت عايز تعمل رينيم للاوتبوت كولوم، انت عندك كولوم وليكن اسمه مثلا اف نيم، وانت عايز يحصل له ريتريفنج عن طريق فيرست نيم، فازاي بتعمل كده؟ بتعمل عن طريق از، فبتقول سيلكت كولوم نيم از النيم اللي انت عايزه يحصل له ريتريفنج بيه. يبقى از هي اللي بتعمل سبيسيفاي لنيو نيم او الالياس كولوم الياس. بقى اتعلمنا ازاي نعمل كولوم من الاكسبريشن. ازاي انا عايز مثلا عندي كولوم اسمه برايس وعندي كولوم تاني اسمه كوانتيتي، وعايز اجيب الريزلت الخاصه بالتو كولومز، فببساطه بقول الكولوم ده بلس او مضروب في الكولوم التاني، وبدي له الياس تاني، الياس عن طريق از. اتفقنا لو انا عايز
ادي شورت نيم للتيبل برضو. ده الكلام ده عن طريق از. مثلا عندي تيبل اسمه هيومن ريسورسز دوت امبلوي، الاسم كبير بالنسبه لي وعايز يكون اسم صغير، فبقول مثلا از اي على سبيل المثال. طب ايه فايدتها؟ فايدتها اكتر في الجوين، لما بستخدم الجوين بتظهر فايدتها اكتر، لكن في التيبل العادي يعني فايدتها مش موجوده، ما تحسهاش الا في الجوين. وانت بتعمل جوين من كذا تيبل فتحتاج الالياس اكتر ما بتكتب الفول نيم. فانا لو انت عايز تلغي بعض الاشياء من الكريتيريا الخاصه بيك، مثلا لو انت عايز تجيب كل الاسامي اللي مش اولها ايه مثلا، فتستخدم نوت، او التايتل بتاعها مش مستر فتستخدم نوت، نوت تايتل ايكوال مستر. ولو انت عايز تعمل سبيسيفاينج للرينج اوف فاليوز، لو انت عايز فاليو من الى فبتستخدم بتوين. واتكلمنا شويه عن النل، نل فاليوز. ده استاذ ياسر انا مش بستخدم سلايد، انا بقلب السلايد اللي عندي، اللي عندي لوكال، علشان بقلب السلايد في المحاضره، فالمحاضره ساعات يعني بتخرجني بره، ساعات الابلكيشن بيهنج شويه. انتوا كده مش مركزين، يفضل ان انا اقلب في المحاضره نفسها صح؟ بص استاذ ياسر، المحاضره دي هي محاضره مراجعه على المحاضرات السته اللي فاتوا، تمام؟ بالنسبه للمحاضرات هي موجوده على الشانل، على الدارين 2. لحظه واحده اجيب لحضرتك الرابط. انا مجمع الروابط كلها في بوست واحد. البوست ده هو من جروب الكورس، في المحاضرات كلها زائد الماتيريال الخاصة بالست محاضرات، تمام؟ فما فيش داعي انك تكتب وراي، لا المحاضرات كاملة مع حضراتكم. هتكتب نوتس خاصة بيك على جنب اوكي، لكن تكتب كل معلومة لا، الماتيريال كلها اللي انا بشرح منها موجودة مع حضراتكم. وبرضه في نفس الوقت هحاول انا اقلب من السيشن علشان التركيز يكون اعلى ان شاء الله. انا دلوقتي فاتح السلايد مكتوب checking for null values. معايا كده يا شباب؟ كله واضح السلايد ده عنده؟ checking for null values. ممتاز استاذ ياسر، ممتاز. تمام، احنا حاليا في المحاضرة الثانية، احنا بنراجع المحاضرات الستة، احنا حاليا في المحاضرة الثانية. تمام، طبعا المحاضرات بالتفصيل في الشانل على اليوتيوب، زي ما اديت لحضراتكم اللينك الخاص بالمحاضرات كلها، لكن هنعمل عمليه مراجعه سريعه علشان نبدا ان شاء الله المحاضره السابعه نكون يعني عاملين عمليه ريفريشمنت سريع للمحاضرات اللي فاتت. طيب نستكمل يا شباب حديثنا تاني. احنا دلوقتي واقفين عند النل، checking for null values. في بعض الاوقات انت بتبقى محتاج تعمل ريتريف للنل فاليو. بداية النال فاليو عبارة عن ايه؟ عبارة عن النون فاليو. النون فاليو النال هي ما بتعتبرش سبيس، ما بتعتبرش امتي فاليو، هي عبارة عن النون فاليو. ومع النال ما تستخدمش ايكوال، لان النال هي النون فاليو، فتستخدم معاها ايكوال ازاي؟ ما ينفعش. طب امال بتستخدم معاها ايه؟ بتستخدم معاها از نال او از نوت نال. واضح يا شباب النال كده؟ يبقى النال هي كي وورد معناها هي unknown value،
ما ينفعش النال تبقى نوت سبيس، ما ينفعش يبقى سبيس، وما ينفعش تكون امتي فاليو. وبالتالي لما انا اسيرش ب بنال في الداتا بيز بستخدم از نال او از نوت نال، زي ما واضح قدامكم. ليت يوز اوف ذا از نال اند از نوت نال. تمام، نستكمل بعد كده. لو انا عايز اعمل ليست اوف فاليوز بستخدم ان، اقول مثلا عايز كلر سيلفر بلاك ريد، بقول وير كلر ان. لو في رينج معين لسه قايل لحضراتكم دلوقتي بنستخدم بتوين. لو عايز ان الليست ما تكونش موجوده او الليست ما تبقاش موجوده في الكريتيريا فبستخدم نوت ان. طيب جينا بقى ل performing specific search. لو انا عايز اعمل سيرش على باترن معين، بمعنى انا عايز مثلا كل الاسماء، انا عندي تيبل، تيبل فيه فيرست نيم ولاست نيم، عايز كل الفيرست نيم اللي اولهم حرف الاي على سبيل المثال، او اللي في وسطهم حرف الاس، او اللي في اخرهم حرف معين، او مثلا حرف الاي ده يعتبر الحرف الثاني من الحروف، او فيهم حرف واحد او اكتر، وهكذا. في باترن معينه بدور عليها. يبقى قبل كده انا كنت بدور على لسته معينه ان، او لسه مش موجوده نوت ان، او رينج معين بدوس على بتوين، او بسيرش على فاليو معينه فاقول ايكوال كذا، او فاليو مش موجوده فاقول نوت ايكوال كذا، او بسيرش على نال بقول از نال، او بسيرش على مش نال بقول از نوت نال. طيب انا دلوقتي بسيرش على باترن معينه، ازاي اعمل الكلام ده؟ اعمل الكلام ده عن طريق لايك. لايك كي وورد هي اللي بتستخدم الباترن معينه اللي اقدر بسيرش بيها. يبقى ساعتها مش هقول وير كولوم نيم ايكوال، او وير كولوم نيم نوت ايكوال، او ان، او بتوين، لا بقول وير كولوم نيم لايك. طيب لايك ايه على حسب الباترن اللي انت عايزها. نيجي بقى لحاجه اسمها الوايلد كارد، اللي بيقول لي ان استرسك تعتبر هي اي حرف، واندر سكور تعتبر هي سنجل كاركتر، ولو في مجموعه من رينج معينه بحطها بين الاقواس اللي باينه لحضراتكم، او لو مش عايز تكون مش موجوده بحط الاقواس مع العلامه اللي هي شيفت 6. تمام، يبقى انا مثلا عايز اسيرش عن اي حرف، اسف، اسيرش عن اي اسم اوله ايه، اسيرش عن اي اسم اوله ايه. حد يقدر يكتب لي الباترن بتاعتها؟ هقول وير فيرست نيم لايك ايه، الباترن ايه بقى ساعتها؟ عايز اسيرش عن اي اسم اوله حرف الايه. يا شباب لا لا، العكس ده عكس ما لازم. انا عايز اولا الكلام ده يكون بين سيجل كوتيشن، ثانيا بكتب الاي الاول بعد كده برسنتج بالشكل ده، يبقى كده ايه بعدها اي حرف. اللي انت كتبتيه ده بيقول ان الاي تكون اخر الاسم، انا عايز اول الاسم، فبكتب الاي الاول بعد كده بعد كده برسنتج، برسنتج معناها اي حرف. تمام يا شباب؟ طيب في امثله معانا هنقدر ناكد معاها موضوع الباترن ده. تمام، طيب نستكمل دلوقتي. select product id و name from production dot product where name like b percentage، ده معناها ايه؟ استاذ محمود بيقول انا فهمت. طيب قول لي بقى b percentage دي معناها ايه؟ قول لي كده بالعاميه، انا عايز الاسامي اللي هي ايه؟ where name like b percentage، الكلام اللي اوله حرف البي. تمام، او الاسماء اللي اولها حرف البي. تمام يا استاذ محمود، تمام جدا. طيب نستكمل يا شباب حديثنا. طيب انا دلوقتي نركز يا شباب في الثلاث امثله اللي قدامنا دول، نركز في الثلاث امثله اللي قدامنا دول.
select assets from customers where city like BER percentage. دي معناها ان انا عايز كل المدن او كل السيتي اللي اولها BER. اللي اولها BER. ماشي. بالنسبة للمثال التاني. select assets from customers where city like percentage ES percentage. ده معناها ان انا عايز كل البلاد اللي فيها ES. سواء اولها او مش اولها. اللي فيها ES. سواء اولها او مش اولها. بمعنى لو اولها ES هاتها. لو في نصها ES هاتها. لو في اخرها ES هاتها. تمام يا شباب؟ طيب انا بقى عايز المثال الثالث حد يشرحه لي بقى. المثال الثالث بيقول لي select assets from customers where city like 2 2 single quotation و underscore وبعد كده ERLIN. ده معناها ايه يا شباب؟ المثال الثالث. استاذ احمد، استاذ ملاذ، استاذ هلا، استاذ محمود، استاذ ندى، استاذ ياسر، بالظبط يا استاذ محمود، الله ينور عليك. استاذ هيما، بلاش الفرانكو، ممنوع الفرانكو. ممكن تكون حضرتك مش عارف، بلاش فرانكو. ممنوع الفرانكو في ملتقى دارين. استاذ محمود بالظبط كده، الاول يكون حرف انا مش عارفه. انا عارف ان السيتي اخرها اي ار ال اي ان، لكن اول حرف انا مش عارفه. تمام يا شباب؟ تمام. نستكمل يا شباب حديثنا. طبعا احنا بنتاكد ان احنا في مراجعه سريعه، كل المحاضرات ديت شرحناها قبل كده وبالتفصيل مع المحاضرات على اليوتيوب. مفيش مشكله تظهيمه، خلاص خليك انجلش، مفيش مشكله. طيب select assets from customers where city like l underscore n underscore o n. دي معناها ايه يا شباب؟ معناها انا عايز الاسامي اللي هي بالشكل ده، لكن تاني حرف ورابع حرف انا مش عارفهم. طيب select assets from customers where city like الشكل اللي قدامكم ده. انا بكلمكم على المثال التاني، في انا فتحت القوسين بالشكل ده وفي جواهم ثلاث حروف وبعد كده asterisk. مين يقدر يقول لي الباترن ده معناه ايه؟ اور استاذ ملاذ. تمام تمام صح كده. اور انا بتكلم على اول حرف، انا مش فاكر اول حرف هو بي ولا اس ولا بي، مش عارف. فبالتالي انا بكتبهم بين الاقواس ديت بالظبط كده يا زملاء. اما اللي تحت هي انما تكونش هي ايه؟ نوت ان، اللي هي مش بي ومش اس ومش بي. اوكي نستكمل حديثنا يا شباب. طيب حاليا احنا قلنا لو انا عايز حرف معين بعمل استرسك، ولو عايز اي حرف بعمل برسنتج. طيب لو انا بقى بدور على جملة، الجملة دي فيها برسنتج، اعمل الكلام ده ازاي؟ واضح كده السؤال؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل الكلام ده عن طريق الاسكيب. كيورد عندي اسمها اسكيب. كان يا شباب انا عندي لو انا عايز حرف مش عارفه بكتب بداله اندرسكور، لو اي حرف سواء حرف او اكتر بكتب برسنتج. طب انا عايز اسيرش على اندرسكور نفسها، انا عايز اسيرش على برسنتج نفسها، اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل الكلام ده عن طريق الاسكيب. نبص على المثال اللي تحت ده خالص هنقدر نفهم منه كل حاجه. select product description id comma description from production dot product description. يبقى كده select column name from schema name dot table name، دي عاديه خالص. where description like لغايه دلوقتي تمام. لايك ايه بقى؟ انا جيت قلت برسنتج وبعد كده عملت سلاش برسنتج وقلت اسكيب السلاش. هل لازم السلاش؟ لا مش لازم، اي حرف. ممكن تقول اسكيب الكيو، ممكن تكتب بدل السلاش ديت ار، بقى تقول اسكيب الار، تعمل اسكيب خمسه بقى بدل السلاش تكتب خمسه تقول اسكيب خمسه، وات ايفر. لكن انت هنا بتكتب التو برسنتج الخاصين بالباترن وتعمل بالبرسنتج ثالثه اللي انت بتدور عليها وبعدين بتقول له اسكيب. تمام كده يا شباب؟ نكمل.
ده كان اتكلمنا على السورتنج، ازاي تعمل سورت ترتيب للكيوري بتاعتك. فبتعمل الكلام دوت عن طريق الاوردر باي. سواء descending او ascending. وتعال بقى تسبيسيفاي سورت سورت اوردر، بتحدد بعد كده هو descending ولا ascending. اللي هو تصاعدي او تنازلي. واسندنج هو الديفولت اوردر. وانت ممكن تعمل اوردر بكولوم مش موجود عندي في سيلكت. في المحاضره الثانيه اتعلمنا ازاي نعمل كونكتور داتا بيز، ازاي نعمل ريتريف لسبيسيفيك كولوم، ازاي نعمل ريتريف لاول كولوم سبيسيفيك رو تو بي ريتيرند عن طريق الوير، وتعمل رينيمينج ازاي عن طريق الاز وفيلنج كولوم وذ ان اكسبريشن، وازاي تعمل شورت هاند للالياس الخاص بالتيبل نيم عن طريق الاز، وازاي تعمل نيجيتنج سيرش كونديشن عن طريق النوت النوت ان، وسبيسيفاي رينج اوف فاليوز عن طريق بتوين، وتشيك فور نال فاليوز عن طريق از نال او از نوت نال، وتعمل بروفايد ليست اوف فاليوز عن طريق الان، بيرفورمينج ا سبيسيفيك سيرش عن طريق الباترن زي ما اتفقنا، واللايك والاندر سكور والبرسنتج وهكذا، والسورت اوردر اوردر باي، وازاي سبيسيفاي سورت اوردر سواء اسندنج او ديسندنج. بكده تكون المحاضره الثانيه انتهت. هل في اي سؤال في المحاضره الثانيه قبل ما ننتقل للمحاضره الثالثه؟ شباب معايا؟ تمام. طب المحاضره الثالثه يا شباب هنتكلم عن حاجتين، working with nulls و querying from multiple tables. اتكلمنا في المحاضره الثانيه عن النل بشكل سريع. طب احنا عايزين نتعامل مع النل، احنا اتفقنا ان النل في المحاضره الثانيه عباره عن unknown value. طيب keep in your mind اول حاجه null value represents data that is missing or unknown. When coding queries, sort procedures, or any other key SQL, it's important to keep in mind the nullability of data. So, null يا شباب اتفقنا ان هي unknown value، وبالتالي لو انا قلت null plus 10 هتبقى ايه النتيجة؟ النتيجة null. unknown value، لأن أنا جمعت 10 على unknown value، يبقى النتيجة unknown value. طيب null or true يبقى العكس، يبقى النتيجة تكون ايه؟ null، أنا معرفش. null or false. نل. طب هل النل ايكوال النل؟ يعني عندي نل اللي هي بتمثل النون فاليو، وعندي نل ثانيه تمثل النون فاليو، هل نل ايكوال نل؟ مستحيل، لان دي النون فاليو، هتبقى ايكوال ازاي؟ تمام. وبالتالي انا كده قابلتني مشكله. قابلتني مشكله، انا مثلا اكسبريشن زي الاكسبريشن اللي احنا خدناها في المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه. انا عندي كولوم بلس كولوم. لو في داتا من ضمن الكولوم الاولاني عباره عن نل. والكولوم الثاني عباره عن فاليو، انا عايز الفاليو مش عايز نل. لو لقيت مثلا الكولوم الاولاني فيه نل، الكولوم الثاني فيه 10 مثلا. فلو انا جمعت الاثنين هتكون النتيجه ايه يا شباب؟ النتيجه نل، انا مش عايز كده، انا عايز النتيجه تكون 10 مثلا. فازاي اعمل الكلام دوت؟ اوكي، يبقى في حاجه اسمها وركينج ويز نل. اول حاجه ازاي تعمل ريبليس للنل لفاليو معينه، انا عايز مثلا النل لما الاقيها اشيلها يحط مكانها زيرو. لان لو زيرو بلس اي حاجه هيديني الحاجه ديت، فخلاص فانا عايز يشيل النل ويكتب زيرو مكانها. ازاي اعمل الكلام دوت؟ عن طريق فانكشن اسمها از نل. فانكشن اسمها از نل. يبقى از نل يا شباب بتاخد تو بارامتر. اول بارامتر عباره عن الكولوم او الاكسبريشن او الفاريبل كوما الفاليو انا عايز يحصل لها ريبليس في الكولوم ده. ده از نل. جميل. بعد كده خدنا فانكشن ثانيه اسمها الكلاس. الكلاس هي بتاخد اكتر من بارامتر. على سبيل المثال انا لو عايز مثلا في كونتكست مثلا عند كاستمر معين، عندي فون 1 فون 2 فون 3، اللي انا بقول له بص على الكولوم الاولاني، لو ما لقيتش قيمه هات لي الفاليو اللي في الكولوم الثاني، لو ما لقيتش قيمه في الكولوم الثاني هات لي اللي موجوده في الكولوم الثالث، لو ما لقيتش قيمه خالص من في الثلاثه ارجع لي فاليو ولتكن مثلا نو فون مثلا. ازاي اعمل الكلام ده؟ اعمل الكلام ده عن طريق الكلاس. يبقى الكلاس
بفتح التو براكتس الخاصه بالفانكشن، داخل بكتب فون 1 كوما فون 2 كوما فون 3 كوما الكوما الثالثه، بعد كده اكتب نو فون كفيكسد فاليو كده. يبقى ده معناها ايه؟ معناها الكلاس هيبص على الكولوم الاولاني، لقى فاليو هيجيبها، ما لقاش لقى نل هيروح على الكولوم الثاني، لقى فاليو هيجيبها، ما لقاش هيروح للكولوم الثالث، لقى فاليو هيجيبها، ما لقاش هيروح للفاليو الاخيره اللي انت اديتها له. واضح كده يا شباب الفرق بين الكولات واذ نل؟ تمام يا شباب؟ هو كذلك دلوقتي في المحاضرة الثالثة اتكلمنا على كويرينج فروم مالتيبل تيبلز، ازاي اعمل كويري من المالتيبل تيبلز. احنا اتكلمنا ان الكويري ممكن يكون من تيبل واحد، لكن في الغالب الكويري هتكون من مالتيبل تيبلز، ازاي اعمل جوين. خدنا الكلام ده بالتفصيل، احنا عندنا كذا نوع من الجوين، في عندي انر جوين وفي عندي ليفت جوين وفي رايت جوين وفي في ليفت واوتر وفي اوتر جوين. يبقى في ليفت جوين ورايت جوين وانر جوين واوتر جوين. بعد كده خدنا اليونيون. اليونيون يا شباب عباره عن تو كويريز عايز الريزلت بتاعتها يبقوا في 1 ريزلت سيت. كويري 1 وكويري 2 عايز التو كويريز يجوا لي في ريزلت سيت واحده، وبالتالي يشترط ان الكولومز عدد الكولومز اللي في الكويري نمبر 1 بتساوي عدد الكولومز اللي في الكويري نمبر 2. طبعا الكلام ده شرحناه بالتفصيل. ومع اليونيون خدنا الاكسبت بحيث انك انت عايز تعمل سيرش عن اللي موجود في الكولم الاول اللي موجود في الكويري الاولاني ومش موجود في الكويري الثاني. في اي مشكله في المحاضره الثالثه يا شباب؟ نستكمل الشباب المحاضرة الرابعة. كنا نتكلم على Advanced Select Techniques. بالنسبة للمحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة اتكلمنا على Select Techniques Writing Queries. طبعا لو في Advanced Select Techniques بعمل الكلام ده ازاي؟ أو إيه الـ Challenges زي ما اتفقنا في المحاضرة الأولى، الأبروتش بتاعنا خاص بـ Challenge و Solution أو Problem Solution أو Q and A. لو في Challenge مثلا بيقول لي أنا عايز أعمل Avoid للـ Duplicate Results، لو عندي Duplicate Results، لو عندي ريزلت مكرره عايز اجيب افويد الدوبلكيت، عايز استبعد الدوبلكيت، اجيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اتفقنا ان انا بعمل الكلام ده عن طريق كي وورد اسمها ديستنكت بسليكت ديستنكت هاير ديت فروم تيبل نيم اوردر باي كولوم نيم مثلا، يبقى هيجيب لي الهاير ديت من غير تكرار. سليكت ديستنكت فيرست نيم مثلا هيجيب لي لو انا مثلا عندي 100 موظف وهم عباره عن 10 اسامي بس، لكن 10 اسامي مكرره فهجيب لي 10 اسامي بس. يبقى انا لو عايز اجيب الفاليو من غير تكرار او اعمل افويد للدوبليكيشن اللي موجود في الريكوردز بستخدم ديستنكت. ده حل. او الحل الثاني اللي انا استخدم الجروب باي. جروب باي الكولوم هيجيب لي نفس الكولوم دوت بس من غير تكرار. يبقى ممكن استخدم السينكت كسوليوشن نمبر 1 او استخدم جروب باي نفس الكولوم نيم عشان اجيب الفاليو من غير اي تكرار. تمام. التشالنج الثاني ريتيرنينج ذا توب ان روز. لو انا مثلا عندي تيبل، التيبل ده بيرجع لي 20000 ريكورد، انا عايز مثلا يعمل ريتريف لاول 15 ريكورد بس، ازاي اعمل الكلام ده وانا ما اعرفش ايه الكريتيريا الخاصه بال 15 ريكورد؟ انا ما عنديش كريتيريا اللي تقدر تقول لي ريتريف ال 15 ريكورد بس، انا عايز ال 15 ريكورد من غير ما اعرف الكريتيريا بتاعتها ايه. فببساطه بستخدم توب، يبقى سلكت توب بين قوسين العدد بتاع الروز اللي انا عايز اعملها ريتريف.
طبعا الكلام ده خدناه وبأمثلة، لو في أي حاجة مش واضحة بلغوني بيها على طول. بقى اتكلمنا الـ Data Dictionary، الـ Data directly من الـ من الـ Select. ازاي تعمل الكلام ده؟ تعمل الكلام ده عن طريق variable. انت عايز تجيب الداتا تحطها في variable. ازاي تعمل الكلام ده؟ بتقول declare at variable name، وبتدي له الداتا تايب بتاعته، بعد كده select variable equal الكولوم نيم. ليه ممكن تعمل كده؟ لان ال variable ده ممكن تستخدمه بعدين لاي سبب تاني. يبقى انت عايز الداتا ديت مش كل مره تعمل select للكولوم، مش كل مره تعمل سيلكت للكولوم من التيبل، لا انت عايز تحتفظ بالداتا ديت فاريبل معين، فبتقول ديكلير فاريبل نيم اللي هي قبلها ات مع داتا تايب، بعد كده بتقول سيلكت فاريبل نيم ايكوال كذا. التشالنج اللي بعد كده، ازاي تعمل تيبل تبقى الاصل من تيبل اوريدي موجود عندك. انت عندك تيبل مثلا اسمه امبلوي في السكيما اللي اسمها هيومن ريسورسز، انت عايز تعمل تيبل طبق الاصل من التيبل ده في كل الداتا. انت عندك مثلا في 20000 ريكورد، عايز تيبل دوبلكيت او يحصل له ريبليكيشن لتيبل تاني، تيبل تاني اوريدي مش موجود عندك. ازاي بتعمل الكلام ده؟ بتعمل الكلام ده عن طريق سيلكت استرسك فروم، سيلكت استرسك انتو فروم، سيلكت استرسك انتو نيو تيبل اللي هو اوريدي مش عندك، فروم تيبل اللي هو اكزيست عندك. ممكن ما تعمل بوير كريتيريا لو انت عايز تعمل كريتيريا معينه، او من غير وير يبقى لو انت عايز التيبل كله. دي من ضمن اسئله الانترفيو يا شباب، ازاي تعمل تيبل طبق الاصل من تيبل تاني عن طريق سيلكت استرسك انتو. ازاي سيلكت استرسك انتو نيو تيبل فروم اكزيستنج تيبل. وفي شوية restrictions خاصة بـ select access into اتكلمنا عنها في المحاضرة الرابعة. لو أنا عايز أعمل returning لـ random rows، rows بشكل عشوائي، إزاي تعمل الكلام ده؟ بعملها عن طريق الـ table sample. table sample system 2%، يبقى أنا عايز أعمل retrieve لـ 2% بس من الـ table بشكل عشوائي، في الاول في الاخر في النص بشكل عشوائي، يعني عايزهم راندوم بس. ممكن تعمل كود من الهارد كودنج، بحيث انك انت احنا اتفقنا انك انت تعمل سيلكت اسس فروم تيبل نيم، انت مش عايز تعمل فروم تيبل نيم بقى، انت عايز تعمل فروم فيكسد فاليو. فيكسد فاليو يعني فاليوز انا بديها للسيستم. ازاي بتعمل الكلام ده؟ بتقول له فروم فاليوز وبتدي له فاليوز بتاعتك، مش نفس السياق اللي قدام حضراتكم ده. تمام. اتكلمنا ان ازاي تعمل تشينجنج للسيرفر اوثنتيكيشن مود. لما عملنا انستليشن في المحاضره الاولى للسيكوال سيرفر، اتفقنا ان في تو تايب من الاوثنتيكيشن، في ويندوز اوثنتيكيشن وفي ميكسد مود اوثنتيكيشن، هو الخاص بالويندوز والسيكوال سيرفر. ازاي تعمل تشينج من اوثنتيكيشن مود لاوثنتيكيشن مود تاني؟ ازاي تعمل يوزر بدل ما هو يكون ويندوز اوثنتيكيشن تخليه سيكوال سيرفر اوثنتيكيشن؟ ازاي تعمل الكلام ده؟ عن طريق من السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو، بتخش على البروبرتيز بانيل سكيورتي، ومن السيرفر اوثنتيكيشن بتبدا تغير من الويندوز للميكسد مود او العكس. ده حل ان عن طريق السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. وفي حل تاني عن طريق الكود، كنت طالب من الشباب ان هم يدوروا على الكود ويكتبوه في المحاضره في الجروب ساعتها. فاللي وصل الكود اوكي، اللي ما وصلوش رجاء يبدا يدور عليه على جوجل، ازاي اعمل سويتش من اوثنتيكيشن مود لاوثنتيكيشن مود تاني باي كودينج. ولو ما عرفتوش بلغوني واديكوا الكود الخاص بعمليه السويتش. بعد كده اتكلمنا عن الانسيرتنج والابديتنج والديليتنج. ازاي تعمل انسيرت لريكورد جديد؟ زي ما اتفقنا ان وجود الداتا في الداتابيز مش هو ده الهدف بتاعي، لا الهدف بتاعي ان انا اقدر اغير في الداتا، الهدف ان انا اعمل مانيبيوليشن، الهدف ان انا اغير في الديفينيشن الخاص بالداتابيز. وبالتالي في كاتيجوري جديد، كاتيجوري ظهر لي اسمه دي ام ال، داتا مانيبيوليشن لانجويج، اللي هو زي ما اتفقنا في المحاضره الاولى انسيرت او ابديت او ديليت.
انشور بدخل ريكورد جديد او ابديت بعدل ريكورد اوريدي اكزيست عندي او ديليت بلغي ريكورد موجود عندي في الداتابيز. فبالنسبه للانسرت بقول انسرت انتو تيبل نيم وبعد كده اقول له الكولومز وبعد كده فاليوز الفاليوز الخاصين بيه الخاص الفاليوز اللي انا عايز ادخلها في التيبل زي ما واضح قدام حضراتكم في المثال انسرت انتو تيبل نيم نيم كوست ريت افيلابيلتي فاليوز وهكذا. وبالنسبه للانسرت انا ممكن اكتب الانسرت مباشره من غير ما اقول كولوم ليست. ممكن اقول انسرت انتو تيبل نيم فاليوز على طول بشرط ان الفاليوز تكون بعدد الكولومز زائد بنفس الترتيب. لو مش بنفس الترتيب يبقى حضرتك لازم تكتب الكولوم ليست. لو بنفس الترتيب وكمان الفاليوز كلها الكولومز كلهم ممكن ما تكتبش الكولومز. ومعلومه اخيره بالنسبه للانسرت ان ممكن تكتب انتو ممكن ما تكتبهاش. انسرت انتو تيبل نيم ممكن تكتب على طول انسرت تيبل نيم مباشره. ده كده اتعرفنا عن حاجه اسمها ايدنتيتي كولوم. اتفقنا ان الايدنتيتي ده عباره عن زي الـ يعني نمبر عندي بيحصل له اوتو جنريت بعد كل انسرت. لو مثلا عندي واحد بدخل الريكورد الثاني بيكون اثنين بيكون ثلاثه زي الاوتو نمبر اللي موجود في الاكسل والموجود في الاكسس سوري. طيب لو انا دلوقتي عايز اوقف الايدنتي دوت عايز ادخل الريكورد بايديا. في حد في حضراتكم مش فاهم الايدنتي الاول؟ الايدنتي مفهوم؟ الايدنتي احنا هنتعرض له في المحاضرات اللي جايه اكتر. الايدنتي مفهوم يا شباب ولا لا؟ واحد ولا اثنين؟ لو مفهوم نكتب واحد لو مش مفهوم نكتب اثنين. يا شباب وصلنا ده اوكي مفيش مشكلة. طب انت قبل كده يعني تعرضتي للايدنتي في اي مكان ولا اول مرة تسمعيه؟ اول مرة وهو كذلك. طيب انا دلوقتي لو عندي تيبل، التيبل ده عبارة عن 3 كولومز يا شباب. تيبل عبارة عن 3 كولومز. أول كولوم عبارة عن الأي دي، الكولوم الثاني عبارة عن النيم، الكولوم الثالث عبارة عن السيتي. تيبل بسيط جدا. طب خليك معايا بس أنا أشرح الأول أيدنتي وبعد كده أبعت لحضرتك المحاضرات السابقة زائد الماتيريالز الخاصة بالمحاضرات. أنا عندي تيبل عبارة عن 3 كولومز. كولوم اي دي، كولوم نيم، كولوم سيتي. انا قلت على الكولوم الاي دي هو ايدنتي. يعني ايه ايدنتي؟ يعني وانت بتعمل انسيرت ما تدخلوش، ما تقولش 1 2 3. ليه؟ هو بيحصل هيحصل له اوتو جنريشن، ايه هيبقى هيكون اوتو نمبر. لما هعمل انسيرت لفاليو فيها احمد وكايرو فتلقائيا ما دام الاي دي من قلت عليه انه ايدنتي فبيكون واحد احمد كايرو. لو قلت مثلا فاليو ثانيه محمد اليكس وبالتالي رقم 2 هيكون محمد واليكس. انا ما دخلتش رقم 2، انا ما دخلتش رقم 1. انا كل حكايه انا قلت له خليك ايدنتي وبين قوسين قلت له 1.1 يعني ابدا بواحد وزد لي واحد. طيب في التشالنج بتاعنا بيقول لي انا عايز اوقف الايدنتي ده، انا عايز لاي سبب عايز اوقفه، عايز ادخل الفاليو بنفسي. ازاي اعمل الكلام ده؟ عن طريق اقول سيت ايدنتي انسيرت اون. الكوماند اسمه set identity insert table name on. بدخل الريكورد عادي بعد كده اقول له set identity insert table name off. والايدنتي ان شاء الله
يعني هتقابلنا كتير في المحاضرات الجايه. لكن حاليا لو انا عايز اوقفها بستخدم set identity insert table table name on وبعد كده اوف. بالنسبه للمحاضرات اللي فاتت زائد الماتيريال كلها هنلاقيها في الرابط ده. بعد كده اتكلمنا عن اليونيك ايدنتيفاير، ازاي تعمل جلوبالي يونيك ايدنتيفاير عن طريق كي وورد اسمها يونيك ايدنتيفاير. وازاي تعمل انسيرت ريزلت فروم كويري، بتقول انسيرت سيلكت بدل ما نقول انسيرت انتو تيبل نيم كولومز فاليوز، لا انت بتقول انسيرت انتو تيبل نيم كولوم سيلكت على طول. متى في الحاله دي عايز تعمل انسيرت للكويري مش لفاليوز اوريدي هتكتبها بشكل فيكسد يعني. تمام يا شباب، كده انتهت المحاضره الرابعه. المحاضره الخامسه هي استكمال المحاضره الرابعه الخاص بالابديت والديليت. ازاي تعمل ابديت للسنجل رو، الكلام ده بتعمله عن طريق كلمه ابديت، ابديت تيبل سيت كولو نيم ايكوال كذا وير كذا. ولو عايز تعمل ابديت من تيبل تاني بتعمل ابديت عاديه خالص. لكن طبعا بيبقى عن طريق الجوين. من التشالنجز القويه اللي قابلتنا هي انك عايز تعمل ابديت للارج فاليو، اللي تعمل ابديت للارج فاليو. اتفقنا ان الابديت ممكن اقول ابديت تيبل نيم سيت كولون نيم ايكوال كذا كذا، دي الفاليو بتاعتي. طب لو انا عايز اعمل ابديت لسبيسيفيك فاليو، السبيسيفيك فاليو دي موجوده في الكولوم معين، بمعنى ادق الكولوم عندي مثلا شايل 100000 كلمه، الكولوم عندي شايل 100000 كلمه، هو ممكن الكولوم يشيل كده؟ اه ممكن. داتا تايب سامح لها بكده، انا مثلا الداتا تايب بتاعتي فاريت شار 8000 ممكن تشيل لغايه 8000 كبايت يعني 8000، لو عربي بتبقى يعني نصها لان الرقم الحرف العربي ياخد 2 ماشي. طب لو انا دلوقتي عايز عندي طبعا ده 8000 مثلا، انا عايز بقى اكتر من 8000 بقول مثلا فارتشار ماكس، فارتشار ماكس بقى يبقى ممكن اكتب اكتر من كده بكتير. ممكن كل واحد يكون فيه 100000 وورد، اه ممكن. طيب لو انا بقى عايز اغير في كلمه واحده في ال 100000 دول، ازاي اعمل الكلام ده؟ ممكن اعمل الكلام ده بالطريقه العاديه، بمعنى ان انا ممكن اقول ابديت تيبل نيم سيت كولوم نيم ايكوال ال 100000 ريكورد، لكن ده طبعا هيدي كبير قوي على الداتا بيز والبرفورمانس هيبقى صعب جدا. طيب ازاي اعمل ابديت لارج فاليوز؟ هعمل الكلام ده عن طريق سوليوشن اسمه تيبل نيم دوت رايت. تيبل نيم دوت رايت، وتيبل نيم دوت رايت ده موجود من اول سيكوال سيرفر 2005، لكن في شروط ان لازم تكون الداتا بيز حاجه من ثلاثه، يا فاليد شار ماكس يا انفار شار ماكس يا بار باينري ماكس. نستخدم زي ما اتفقنا كولوم نيم دوت رايت. وقلنا ليه هي افضل من الطريقه العاديه. هتكلمنا على الديليت، ديليت روز، ازاي اعمل ديليت للروز. ببساطه اقول ديليت فروم تيبل نيم، لو انا عايز اعمل ديليت لكل الروز، او ديليت فروم تيبل نيم وير كذا، وير كريتيريا انا عايز اعمل ديليت لسام اوف ريكوردز. ممكن اقول ديليت فروم او اقول ديليت تيبل نيم دايركت، مفيش مشكله. تمام، وانا عايز اعمل ديليت للروز واعمل ريتيرن للديليتد روز، ازاي اعمل الكلام ده؟ عن طريق الاوتبوت.
انا اوريدي لما بعمل ديليت للروز، الروز بيديليت، بيقول لي ان الكويري سكسسفل. طب ازاي اخليه يجيب الفاليوز اللي اوريدي حصل لها ديليتد؟ فبقول ديليت فروم تيبل نيم اوت بوت ديليتد ديليتد دوت الكولوم نيم وير كذا الكريتيريا بتاعتي، عشان اقدر اعرف بالظبط ايه الروز اللي حصل لها ديليتنج. لو انا عايز اعمل ديليت للكويري كويريز كلها بشكل سريع استخدم ترانكيت. يعني ايه بشكل سريع؟ يعني البرفورمانس بتاعي بيكون احسن. بدل ما اقول ديليت فروم تيبل نيم او ديليت تيبل نيم، الكويري ده هيحصل ديليت ديليشن للروز كلها، لا انا عايز يكون يحصل ديليت للروز كلها لكن بشكل اسرع. ازاي بعمل الكلام ده؟ عن طريق ترانكيت، استخدم ترانكيت تيبل تيبل نيم. واتفقنا ان من ضمن اسئله الانترفيو ان بيقول لك ايه الفرق بين الترانكيت والديليت، ده اللي اتعرضنا له في المحاضره الخامسه. وكان في كذا فرق بين الترانكيت والديليت، اتكلمنا عن 10 فروقات ما بين الترانكيت والديليت. ممكن مثلا الاجابه تكون فرق واحد او فرقين او ثلاثه، لكن الصح انك انت تذكر الفروق كلها الخاصه بين الديليت والترانكيت وتفهمها كويس اللي هم ال 10. بعد كده اتكلمنا عن الميرج داتا، ازاي تعمل ميرج للداتا عن طريق كي وورد اسمها ميرج، وكان في مثال عملي في المحاضره. ميرج سريعا يا شباب، هو بعمل ميرج ما بين تو تيبلز مثلا، بقول الريكورد ده لو موجود عندك خلاص، لو الريكورد بالكامل موجود عندك في تيبل معين فخلاص ما تعملش حاجه. لو موجود بس يعني لو موجود كريكورد لكن متغير في الداتا بتاعته خلاص يبقى اعمل لي ابديت، يعني الاي دي موجود لكن الريكورد نفسه مش موجود فاعمل لي ابديت. لو الريكورد مش موجود خالص اعمل لي ريكورد انسرت. فانا عايز اعمل عمليه سينكرونايز ميرج ما بين التو تيبلز. يبقى انا عندي تيبل بسميه تارجت تيبل وعندي تيبل اسمه ديستنيشن او السورس تيبل. وخدنا الكلام ده بمثال عملي. وبكده تكون انتهت المحاضره الخامسه. لغايه دلوقتي شباب في اي سؤال في المحاضرات اللي فاتت؟ شباب في اي اسئله لغايه دلوقتي؟ نستكمل المحاضره السادسه. طيب نستكمل المحاضره السادسه. المحاضره كانت بعنوان Working with Strings، ازاي تشتغل مع السترينجز سواء ب فانكشنز معينه او تعمل كونكاتينيتنج او هكذا. اول تشالنج معايا ازاي اعمل كونكات، ازاي اعمل كونكات ببساطة. تقدر تعمل الكلام ده عن طريق فانكشن اسمها كونكات. الفانكشن دي جديده موجوده في سيكول سيرفر 2012 بس، قبل كده ما كانتش موجوده. موجود كونكات. طب ازاي كان بيعملوا كونكاتينيشن؟ بيعملوها بطريقه عاديه عن طريق بلس تيبل كولوم نيم بلس كولوم نيم 1 بلس كولوم نيم 2. يبقى البلس هي اللي كانت بتعمل كونكات، لكن كان في مشكله في البلس مع النل، مع النل. وده كنت كاتبها لحضراتكم في النوت، انك انت لو قلت نل بلس اي حاجه الاجابه بتكون نل، انت مش عايز كده، وبالتالي انت لازم كنت تستخدم از نل. يبقى انت كنت بتقول از نل لاست نيم كوما سبيس او فاضي يعني بلس از نل كولوم الثاني كوما فاضي وهكذا. بدل ده كله لا، هم استبدلوا الكلام ده كله عن طريق، وبعد كده عن طريق الفانكشن اسمها كونكات. يبقى كونكات بشكل تلقائي بتعمل ريبليس للديفولت فاليو. لو انت بتتكلم على فاليو سترنج فانت بتتكلم على الديفولت فاليو اللي هي فاضي، اللي هي سنجل كوتيشن، تفتح سنجل كوتيشن وتقفلها تاني. ويكون كده زي ما اتفقنا موجوده من اول 2012. طب لو انت عايز تعمل فايندنج لاسكي كود،
كل زي ما اتفقنا كل سترينج او كل فاليو كل حرف كل تشار بيكون ليه يعني كل كاركتر بيكون ليه اسكي اسكي كود. ازاي بتجيب الاسكي كود بتاعه؟ ببساطه عن طريق الفانكشن اسمها اسكي. والعكس لو انت عند عايز لو انت عندك الاسكي كود وعايز ترجع للكار بتاعه او التشار او الكاركتر بتاعه فبتستخدم الشار فانكشن. دلوقتي تعمل ريتريف لليونيكود بيستخدم اليونيكود. وشرحنا ايه الفرق بين اليونيكود والتشار والاسكي. بعد كده اتكلمنا عن السب سترينج ازاي بتدور على حرف معين جوه ستيتمنت او جمله جوه ستيتمنت. بتعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق الشار اندكس. وايه الفرق بين الشار اندكس والبيت اندكس؟ ازاي البيت اندكس هي اقوى من الشار اندكس في بعض الحالات؟ بعد كده اتكلمنا عن determining the similarity of strings. تشالنج من التشالنجات من التشالنجز القويه اللي بحبها جدا. بتتكلم عن ازاي تجيب السيميلاريتي للسترنج. انت عندك سترنج معين عايز تجيب السيميلاريتي في الساوند الخاص بسترنج تاني. بمعنى انا مثلا في التشالنج قدامي يقول يو ار ديزايننج ا كول سنتر ابلكيشن. انت بتعمل كول سنتر ابلكيشن. And the agents look up customers by last name while speaking with the customers on the phone. انت بتتكلم مع الابلكيشن بتاعك عباره عن ان في واحد ماسك السماعه وبيسمع الناس وهما بيقولوا الاسامي. فلما بيقول الاسم انت مش الايجنت ده عايز يجس السبيل صح ولا لا. لو مثلا اسمه سميث فهل هو سميث اس ام اي تي اتش ولا سميث اس ام اي تي اس ولا سميث ولا سيمث. فانت حاليا ما بتعملش سيرش باول حرف زي لايك. لا انت تعمل سيرش للسيميلاريتي للساوند. وبالتالي انت عايز فانكشن تشتغل على الفوناتيك الخاص بالانجلش. انت عايز فانكشن تشتغل على الفوناتيك علم الصوتيات ان هي تجيب الصوت القريب من صوت تاني. يبقى انت كده بعدت خالص عن اللايك. انت عايز فانكشن تتكلم على السيميلاريتي اوف سترينج. ازاي تعمل الكلام ده؟ او سيكول سيرفر وفرت فانكشن بتعمل الكلام ده عن طريق الساوند اكس والديفرنس. ساوند اكس هي اللي بتجيب السترنجز المتشابهه في الصوت والديفرنس هي اللي بتقول لك انت عايز يكون ديفرنس لغايه فين. لو مثلا 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل مع امثله. بحيث ان في من 0 ل 4 و0 ده اللي هو اللو سيميلاريتي و4 هو الهاي سيميلاريتي. وازاي تعمل ريتيرن للليفت او رايت بورشن اوف سترينج. عايز تعمل ريتيرن للليفت من سترينج معين او رايت بتستخدم ببساطه فانكشن ليفت ورايت. عايز تعمل ريتريف لبارت من السترينج معين بتستخدم سب سترينج. خدنا الكلام ده كله بامثله. لو عايز تعرف تعمل اللينس الخاص بستيتمنت معينه بتستخدم اللين. وفي فانكشن ثانيه اسمها داتا لينس. وعرفنا ايه الفرق ما بينهم. الفرق بين اللين والداتا لينس. لو عايز تعمل ريبليس لبارت اوف سترينج بتستخدم فانكشن اسمها ريبليس. لو عايز تعمل عمليه ستافنج بحيث انك انت تعمل انسيرت للسترنج جوه السترنج تاني عن طريق فانكشن اسمها ستاف. واخيرا لو انت عايز تعمل لور كيس او ابر كيس. لو عايز تعمل السترنج معين كله حروف كابيتال او كله حروف سمول تعمل الكلام ده ازاي؟ طريق اللور والابر. لو تعمل ريموف للسبيس
سبيسز الموجوده في اول الكلام واخر الكلام بتعمل عن طريق ال تريم وار تريم. لو عايز تعمل ال تريم وار تريم مع بعض فبتعملهم بالشكل ده زي ما شرحنا قبل كده، وكده تكون انتهت المحاضره السادسه وانتهى الست محاضرات الخاصين بالمحاضرات اللي احنا خدناها في الكورس الخاص بالرايتنج كويريز. هل في اي سؤال يا شباب خاص باي نقطه شرحناها؟ في حاجه، في نقطه مش مفهومه في المحاضرات اللي فاتت نبدا نراجعها؟ المفروض محاضره في محاضره مراجعه. كل المحاضرات موجوده على منتقى الدارين زي ما الدعم الفني مشكورا بعت لحضراتكم الروابط، روابط المحاضرات سواء الفيديوز المسجله على قناه اليوتيوب الدارين 2 او الماتيريال نفسها. والدعم الفني مشكورا ادى لحضراتكم الجروب الخاص بالدوره. لو في اي سؤال حضراتكم اسالوه مباشره. جزاك الله خير، جزاكم الله كل خير. في اي سؤال يا شباب قبل ما نقفل الغرفه؟ طبعا الكورس ده مقدم من اكاديميه ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. شكرا لاكاديميه ملتقى الدارين وكل الشباب اللي معانا من تسجيل ومن دعم فني. جزاكم الله خير يا شباب. لو في اي سؤال مره ثانيه رجاء ما تترددوش انكم تكتبوه على الجروب. ده رابط الجروب يا شباب، وفي الجروب هنلاقي المحاضرات اللي السابقه السته والماتيريال السته اللي قدام حضراتكم حاليا. بالنسبه للاوتلاين موجود في المحاضره الاولى. ان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم شويه عن الدات النمبرز والداتا تايب اللي هو ديت اند تايم. وجزاكم الله كل خير، اراكم ان شاء الله في المحاضره الثامنه من كورسنا رايتنج كيوريز يوزنج مايكروسوفت سيكول سيرفر يونت 12 فور بيجنرز برعايه اكاديميه ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. اراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.